السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن وعليكم الرحيم، السلام. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، yang berbahagia, yang bersua, SI Azmin dari Johor Bahru. Sahabat saya yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Ahmad Kamil bin Ibrahim, tuan-tuan peserta-peserta Google Meet bacaan Yasin ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, semoga alhamdulillah, pada malam ini 26 Safar 1443 Hijrah bersamaan 3 Oktober 2021 Masehi, kita panjatkan setinggi syukur dan puji. Puji dan syukur kepada Allah SWT kita berkumpul dalam majlis bacaan Yasin Google Meet ini, yang mana kita adakan untuk sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan yang dihormati Datuk Pahlawan Haji Mazlan bin Haji Santara yang timbalan kita Perus Perak, dan juga Tuan Haji Azmi bin Maisa PTE 7 Sen Kelongan Khas IPK Perak dikurniakan kesembuhan oleh Allah SWT dari wabak COVID-19 ni. Jadi sampai masa mereka pula yang dijangkiti COVID-19, saya dah melaluinya sebelum ini, dan kini mereka pula yang berhadapan dengan wabak COVID-19. Jadi kita adakan bacaan Yasin ini untuk kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan mereka dikurniakan kesembuhan. Dan juga kepada yang disebut oleh nama disebut nama-nama mereka oleh SI tadi, yang mengidap penyakit-penyakit yang lain, semoga mereka juga dikurniakan kesembuhan oleh Allah SWT. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan mulakan majlis ini insyaAllah dengan bacaan Yasin, dan kemudiannya diikuti doa Yasin dan doa selamat, doa mohon kesembuhan untuk semuanya yang disebutkan tadi insyaAllah. Jadi kita tanpa melengahkan masa, kita akan mulakan sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ilati Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa alihi kiram wa sahbihi azam thumma ila arwahi abai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi alaihi wa alihim ajma'in wa ala alikulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi tabi'in lahum bisani ila yumidin ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومؤلمنا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شكرا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم
إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون
سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال ربكم ادعوني يستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافي ومزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتضلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم بخواص الحروف والأسماء التامة وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مجل البحار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهل ومحل لسعادة وغنى وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا استجب اللهم دعاءنا لقائدنا Datuk Palawan Haji Mazlan bin Haji Santarai Timbalan Kutub Polis Perak wa Sayyid Al-Haj Muhammad Azmi Haji Azmi bin Maisa wa haqqiq fi karajaana wa adkhilna fi hirzi lutfika al-masuni bi sirri qawlika innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun fa subhana alladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un subhana man nafsi an kulli mahmum subhana man nafsi an kulli maghmum subhana man nafsi an kulli madyun سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نستحفظك ونستودعك إيماننا وديننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعيازك من كل الشيطان المريد وجبر عني وزي عيني وزي بغين وشر لكل شر إنك على كل شيء قدير اللهم جمعنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من مجيبتنا الدامة في الهال والمآل إنك سميع دعاء وارحمنا وفي لنا ذنوبنا وخطانا يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء خصوصا فيروس الكورونا والغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن
an biladina hadha khassah wa ansa ini buldani amah bi fadlika wa judika wa karamika wa karami nabiyina sayyidina nabika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam min sayyil asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam yang diberkati-Mu ini kami bersama-sama berkumpul di dalam Google Meet ini, menadahkan tangan kehadirat-Mu ya Allah, agar dikurniakan kesembuhan kepada pemimpin yang dikasihi kami, yang dikasihi, yang dihormati Datuk Pahlawan Haji Hazlan Mazlan bin Haji Santara yang timbal Ketua Polis Perak, dan juga yang dihormati Tuan Haji Azmi bin Ma'isa PT di I7 Cawang Khas IPK Perak, dan sekalian yang lain-lainnya daripada kalangan kalangan sahabat-sahabat kami, saudara mara kami, sahabat-sahabat kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, anak-anak kami, saudara mara, saudara mara mereka, dan juga ahli keluarga mereka yang sedang dalam keadaan kesakitan dan keuzuran ya Allah, agar dikurniakan kesembuhan kepada mereka, terutamanya daripada wabak yang berbahaya COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kehadirat-Mu ya Allah, agar sekalian kami ini juga di berada dalam lindungan rahmat-Mu dan pemeliharaan-Mu, dan dijauhkan daripada wabak COVID-19 yang berbahaya ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada daya dan upaya kami melainkan berserah dan berharap kehadirat-Mu ya Allah, yang berkat kemuliaan puluh kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin al-fatih. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا الله يا تهان كمي sekali lagi, pada sekian kali ini kami mohon kehadirat-Mu ya Allah, agar sekalian kami ini di bawah kepimpinan pemimpin kami yang dikasihi yang dihormati Datuk Pahlawan Mio Fadatul Atrosh bin Wahid Ketua Polis Perak, sentiasa dalam pemeliharan-Mu ya Allah, dalam rahmat-Mu ya Allah, dalam keampunan-Mu ya Allah, serta dijauhkan kepada kami segala fitnah, segala mara bahaya, segala wabak penyakit berbahaya terutama COVID-19 ya Allah, serta dikurniakan kesembuhan kepada pemimpin kami yang dikasihi yang dihormati Datuk Pahlawan Haji Mazlan bin Santara Timbalan Ketua Polis Perak, dan juga yang dihormati Tuan Haji Azmi bin Maisa PTD7 Cawang Khas IPK Perak, dan sekalian mereka yang berada dari kalangan keluarga kami yang mengidap penyakit-penyakit sama ada kumpulan juga kami pihak lain ini, dan kurniakan kesembuhan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kehadirat-Mu ya Allah, yang penuh diri dengan berkat kemuliaan penuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad SAW. Rabbana taqabbal minna du'ana wa tiyatana min setia sin qalbi para tajam zikr hakim wa rajana li rajana li ashabina wa zuriyatina وقائدنا وقوادنا إنك تسمي العليم وتم علينا يا مولانا إنت التواب الرحيم دعوانا في أسبانك اللهم أتيتنا في السلام أخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم هذه سيمونكم